الإخوان والأخوات متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. تحية مفعمة بالمحبة والإخاء. في البداية لكم جزيل الشكر على الدعم المستمر للقناة اللي هي منكم ولكم، وكيسرني التقي بكم في هذه الكبسولة الجديدة اللي كنت من نطرقكم. غادي نتكلموا فيها على الأستاذ الحاج دريس جمال وفي المربي الفضيل والمسير الرياضي والسياسي، رجل الهدوء والعقلانة والصبر عند المواقف الصعبة. يتعد الحاج دريس من خيرة الأطر اللي يعتمد عليها تربويا وإداريا وسياسيا. كان دائما في خدمة المواطن والصالح العام بأخلاق عالية وقلب كبير وشعور بالمسؤولية، وهذا ماشي غريب عليه حيث هو ابن أخت المقاوم الشام مولاي عبد السلام الجبلي. نعم العائلة والأصل الطيب. كيتعد الحاج دريس جمال من خيرة الشخصيات الرياضية البارزة ومن الداعمين للرياضة بمدينة مراكش، واللي قدم الكثير في التسيير في هذه المدينة السعيدة خاصة لكرة القدم. وشغل كاتب عام لعصبة الجنوب بكل تفاني، وكذاك حتى على مستوى تدبير الشأن العام عبر المجالس السابقة بمراكش. الحاج دريس جمال وفي، وحتى لما كان في نيابة التعليم أدى واجبه بكل إخلاص، ولازال الأثر ديالو كيتذكر بهذه المؤسسة بكل خير. الشيء اللي من الصعب يتوفر في أي كان، الله يمتعه بالصحة والعافية وطول العمر. أحبائي، حتى نتلقاو في كبسولة قادمة إن شاء الله تعالى، كل محبة والتقدير. قلوب المكلومة دي عندك تفار بارزة بحلة بدباج رايقة شجار وتكلال بالهيبة وهي قصر والنقب الداودي سريعة من غومة ملالوك بدا قصحة ما شاهدهم ما دالهم إمارة محاولة قلبه لا ملوه بلومة معظمها برجع غنمتها داول بها لسلهوة ما طال الحال شلا ما نحكي وقتها برجع من هاد حال